بسم الله نبدأ في يوم جميل وجديد، وهو يوم تمدد كامل للجسم باستخدام وزن الجسم. تحتاجين فقط فيه إلى فرشة. هذا التمدد جدا رائع وجدا مذهل، خاصة إذا سويتيه في بداية يوم. يكون هذا اليوم بإذن الله بأكمله جميل ورائع، لأنك بدأتي بشيء جميل للجسم وأهديتي نفسك وجسمك شعور لا يوصف. بسم الله ابدأي تمددي وارتاحي، وأهم شيء في هذا التمرين هي الشهيق والزفير، أهم نقطة. وبهدوء وبهدوء وبسلاسة وبابتسامة ابدأي تمرينك لهذا اليوم. أول حركة، الحركة التالية، الحركة التالية، الحركة التالية، الحركة التالية، الحركة التالية،
الحركة التالية الاتجاه الآخر الحركة التالية الحركة التالية الحركة التالية الحركة التالية
الحركة التالية الحركة التالية الاتجاه الآخر الحركة التالية الحركة التالية الحركة التالية
الحركة التالية الحركة التالية الاتجاه الآخر الحركة التالية الاتجاه الآخر الحركة التالية الحركة التالية
الحركة التالية الحركة التالية الحركة التالية بالاتجاه الآخر. الحركة التالية بالاتجاه الآخر. الحركة التالية الحركة التالية الحركة التالية بالاتجاه الآخر. الحركة التالية الحركة التالية الحركة التالية
الحركة التالية الحركة التالية وبكذا انتهى نشاط اليوم. شكرا لكم لإهدائكم لأجسامكم هذا الجمال.